صحيح ساشا وعبد الله، انا اليوم متواجده بجناح بنغلاديش مثل ما قلت لكم بمنطقه الاستدامه. اولا خلينا اخبركم عن شكله للجناح، رح نتعرف اكثر ليش في شاشات الى شمالي وليش في بواخر الى يميني بقلب هيدا الجناح. اول ما يدخل الزائر هيدا الجناح بيستقبلنا بانجا بادو شيخ مجيب الرحمن يلي هو اب الامه، كان حكم لاربع سنين بنغلاديش، ومن بعد وفاته استلمت بنته رئاسه الوزاره. بنته رئيسه الوزراء يلي لها اكثر من 12 سنه حاكمه بنغلاديش يلي هي شيخ حسينه، لها اهميه كثير كبيره بالبلد لانه هي اطول فتره حكم من امراه كانت بمنغلاديش مع شيخ حسينه. خلينا اولا نبلش مع هول الشاشات. هول الشاشات يلي كلهم بفرجونا نفس المحتوى، بنتعرف من خلالهم اكثر على بنغلاديش. هون مثلا عم نشوف على الخريطه، خريطه العالم او هيدا جزء من الخريطه، وين بنغلاديش بتتواجد ويلي هي على حدود الهند من اليمين والشمال. على هول الشاشات ايضا فينا نشوف اللي بتصدره بنغلاديش، اللي هن اشياء كتير رح نتعرف عليها سوا هلا بهيدا الجوله. وانما هلا رح بلش بمثلا السيراميك اندستري. بتصدر بنغلاديش وبتعمل كل انواع السيراميكس وبتوديهم الى العالم اجمع. فينا نشوف مثلا البلاد يلي بتاخذ كل السيراميك تبعها من بنغلاديش مثل ايطاليا، المانيا، فرنسا، اليونان، لبنان، سنغافوره، قطر، الإمارات، الهند. مثل ما شايفين ليستا طويلة جدا. إلى شمالي ساشا وعبد الله البواخر اللي عم بتشوفون يلي هن أساس الجناح. ليش حاطين بواخر بجناح بنغلاديش؟ بنغلاديش معروفة بمساحتها الكبيرة يلي هي أكثر من 140 ألف كيلومتر مربع، واللي طاغي على هالمساحات هي المي. وبنغلاديش عندها أطول بحر بالعالم يلي هو اسمه الكوكس بازار، هو أطول بحر بالعالم. كانوا البنغلاديشي أو الشعب البنغلاديشي كان يتنقل بالبواخر قديما قبل ما تتعمر المدن، مشان هيك محطوطة هالبواخر بقلب الجناح. خليني أيضا الفت النظر على نبتة الجوت أساسية ببنغلاديش، بتربى وين ما كان ببنغلاديش لدرجة أنه أوقات بتربى يعني أكثر من ما هن بيحتاجوا له. من الجوت عاملين كل شيء بتشوفوه حواليه، أكثر من 80% من الغراض اللي شايفينه حواليه هن معمولين من الجوت. هول الغراض رح تشوفوهم رح يتم بيعهم بعدين، رح يصيروا فور سيل بالجناح بأكسبو 2020. كلها اعمال يدويه اخذت وقت، اغلبها اشتغلت عليها النساء. ايضا بنتعرف على الجلد المعمول ببنغلاديش وابتكارات اخرى. هون هيدا الجزء من الجناح جميل جدا، له قصه حلوه كثير لانه ببنغلاديش ساشا وعبد الله ايد بايد بيعمروا للبلد، ايد بايد بيكملوا، ايد بايد بيمشوا لقدام. مثلا بفتره جائحه كورونا كان في نقص بالنبلايزر او البخاخ او جهاز التنفس، وهيدا الشيء سبب بوفاه عدد كبير من الاشخاص. فاحد الاشخاص اللي خسر بنته من وراء فيروس كورونا التجأ إلى شركة اسمها آيلاب. آيلاب بتستمع إلى كل الشعب البنغلاديشي شو بيحتاج وبتجرب تصنع كل شيء بيحتاج له. مثل هون مثلا صنعت من خلال أنينة وحدة أكسجين بدل ما يكون فيها ماسك واحد، أنينة وحدة بتقدر توفر 35 ماسك ل 35 شخص. فكل ما حدا هلأ بجائحة كورونا بحس بضيقة نفس فيه يلتجئ إلى أي صيدلية من وراء شركة آيلاب وفكرة هيدا الشخص، ويقدر يستعمل ماسك طبعا ويتحسن وضعه. هيدا الماسك ساعد أكثر من 200 ألف، أو هيدا الجهاز ساعد أكثر من 200 ألف شخص. بس ستة منه ساعدوا هال 200 ألف شخص يلي أغلبهم كانوا أولاد وكبار السن. اختراع تاني كمان جميل جدا انعمل ببنغلاديش يلي هو السمارت وايت كين. طبعا هيدي العصا يلي هي للمكفوفين بتتلاقى بالعالم ولكن سعرها بيكون غالي كتير. فقرروا البنغلاديشية بين بعضهم انه وايضا مع آيلاب انه يخترعوا هيدي الوايت كين يلي من بعد ما ندورها
بعد ما بلشوا يستعملوها بالبلد ولكن حاطين منا بإكسبو 2020. بس يستعملها الشخص يلي ما بيقدر يقشع تقدر تساعده على وين رايح، بتخبره انه في اي شيء يعني بطريقه، او اذا مثلا موجوده بالبيت فيها تخبره انه حدا دخل البيت، بتخبره عن الساعه. ما بعرف اذا عم تقدروا تسمعوا الصوت، ولكن هي عم بتساعد بوصف كل شيء حوالينا. يعني هول هن ابرز الامور اللي فيكم تتعرفوا عليها وقت تزوروا جناح بنغلاديش. ساشا وعبد الله، ان شاء الله تكون الجوله عجبتكم. بالفعل جولة مميزة، وتعرفنا أكثر على ثقافة طبعا شعب بنغلاديش معك نور. واللافت كمان أنه من الحاجة من الأشخاص اللي هن يمكن عندهم حاجة بالحياة، خلقوا أفكار جديدة واختراعات بتخدم طبعا كثير من الناس. صحيح. بحاجة لها. صحيح، جميل جدا أن يتم الاهتمام في هذه التفاصيل، ويتم يعني مثل ما قالت ساشا بأن الحاجة هي أم الاختراع. نور، شكرا لك على هذه الوقفة الجميلة. صح. يسعدنا ما قدمتيه. شكرا لكم. طلعت معنا دائما جميلة، شكرا لك.